بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله يا جماعة السوق ده كله بعرفناه هنا يعني شقال والضيات هنا عندي أبارك ما وقفت أمامكم عشان عندي محاضرة ألغاها للناس ولا حاجة، لكن ده أنا أوريكم الحقيقة. أنا إحنا من كوستي ورا منطقة جديد حتى اسمها جديد ورا كوستي، عندنا شيوخ يقول لك بعالجوا الجن وبينزل نزلوا المطر وبجيبوا الرايحة شفتها وبيعمل اي حاجه. فالناس زي لما جو قبل سنه ولا سنه ونص ولا حاجه زي دي، والله العظيم وكتابه الكريم كنت بكره الناس زي الكراهيه ما بعدها كراهيه، بكره الناس زي اكثر من ابليس، لكن هسي بقيت بحبهم اكثر من نفسي. ليه؟ لانه ربنا سبحانه وتعالى مرقني من الشرك من عباده العباد عباده رب العباد. والله العظيم وكتابه الكريم انا كنت بعد نازل كانوا يجي هنا بطلع من المحل ده تقريبا حكايه بتاعت كيلو. ليه؟ عشان بيتكلموا في البرعي والكباش والمكاشف. قلت النازل منافقين يتكلموا في الشيوخ. ليه؟ قلت النازل منافقين بيتكلموا في الشيوخ، يجي فينا بصوال يكتلنا، تجي فينا حافله يكتلنا، تجي فينا ساقعه يكتلنا. لكن لقيت النازل انه ربنا سبحانه وتعالى حاميهم الله عز وجل، ولا حاميهم برعي ولا حاميهم مكاشفي، بل بينوا الحقيقة الذي الشيوخ ديل كانوا. وأنا واحد من الناس شربت المحاية، سفيت التراب، زرت بالغبور. ربنا سبحانه وتعالى قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يشد الرحال إلا ثلاث، المسجد الأقصى والمسجد الحرام ومسجدي. كنا نمشي مسافة بتاعة أكثر من 80 ولا 90 ولا 100 كيلو عشان نمشي شكينيبة عشان نمشي نزوره. وذاك كنت بين وطلع شنبه وطلع كراعه وكلام كذب. لو زول قال لك ذاك وطلع شنبه وانت قلت لي لا انا ما شفته بقول لك ممكن كذاب. والله العظيم وكتابه الكريم انا حبيت الناس اكثر من نفسي لانه طلعوني من الشرك الى النور والى عباده الله سبحانه وتعالى. والله العظيم انا شفت نفديهم بنفسي، والله وتالله وبالله. ونسال ربنا سبحانه وتعالى يوم التوفيق والسداد، وربنا سبحانه وتعالى يوفقهم ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى هذا ونقدم من بعد ان شاء الله.